بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم إخواني النحالين. اليوم هو تاريخ 3 سبتمبر 2024. بينما كنا إخواني النحالين عملية مراقبة في المنحل، لقينا خلية هجرت. خلية كانت على 7 إطارات هجرت. أسباب هجرة النحل، من بين أسباب هجرة النحل في الوقت هذا إخواني النحالين، يا كاينة الجوع أو النمل الأحمر كما تلاحظون إخواني النحالين. هاي النحالين شوفوا، نوريكم الخطر تاع النمل الأحمر. شوفوا كما تلاحظون، لذلك عندنا احنا في القناة طريقة محاربة النمل هذا. كما تلاحظون النحل، خلية غير كي هربت. اخواني عندنا 10 أيام كانت كاينة النمل داخل هاي. انظر لإخواني النحالين كما تلاحظون النمل غزانة. لذلك أنبه، راقبوا المنحل تاعكم، إذا فيه النمل الأحمر هذا هو النمل الخطير على النحل. النمل الأسود هذاك ما يرحلش النحل، أما النمل هذا يدخل داخل الخلية ويتغذى ثاني حتى على النحل. انظروا كما لذلك أنصحكم بأخذ الحيطة والحذر من هذا العدو اللدود. كما تعرفون ها إخواني النحالين، تربية النحل والله أصبحت صعبة 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 في الوقت الحالي. عندك الآلاف تاع الأعداء، الحرارة، الجفاف، الطائر، الوروار، الجوع، نقص التغذية، النمل، الفاروة، الأخرى حشرة العث، والله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربي عوضنا وخلص. أخير إخواننا النحالين، خذوا حذركم من هذا العدو اللدود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.